أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذن قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة الكويتي المستشار الدكتور فهد العباسي إن عدد الأيتام الذين كفلهم بيت الزكاة منذ تأسيسه بلغ 83,408 أيتام. جاء ذلك في كلمة الوزير العفاسي خلال حفل افتتاح ملتقى الأيتام السنوي الثامن الذي ينظمه بيت الزكاة، ألقاها نيابة عن الوزير. المدير العام للبيت محمد العتيبي حضر ما يقارب 100 يتيم ينتمون لعدد من الدول في العالم. تفاصيل يأتيكم في سياق هذا التقرير. تزامنا مع يوم اليتيم العالمي، أطلق بيت الزكاة الكويتي ملتقى الأيتام السنوي الثامن، والذي يحتضن ما يتجاوز 100 يتيم موزعين على 21 دولة من مختلف بقاع العالم. خلال الملتقى يتم عمل برنامج كامل معهم، يلتقون خلاله مع المحسنين في مثل هذه الليلة، وكذلك مع نقيم لهم عدة فعاليات يتم من خلال تعريفهم بدولة الكويت. هذا الملتقى يسعى لجمع الأيتام من مختلف الدول مع كافليهم في بيت الزكاة وإبراز دور الكويت الإنساني عالميا. كيتيم يأتي إلى الكويت يلقى حب الكويت في قلبه ويتمنى أن يرجع إلى الكويت مرة أخرى، ويشكر الكويت على كفالته التي يعني نشلته من الضياع إلى أن تطلع إلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى. ملتقى الأيتام الهدف منه هو حضور أيتامنا إلى دولة الكويت والالتقاء بكافلينهم، وأيضا بالفعل ولله الحمد والمنة تتكون هناك أنشطة متنوعة يقوم بزيارتها أيتامنا. واليوم لما نشعر بفخر ولله الحمد والمنة أن يكون هذا الملتقى الثامن. يحرص بيت الزكاة على إقامة الملتقى بشكل دوري وتنظيم الفعاليات التعليمية والترفيهية والرياضية من خلاله، وخلق روح من الألفة والمحبة بين الأيتام. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.